رجليك. وبعدين ما تقفي يا عزيزه ما تطحناش. تلزم خدمه يا هانم. الله، هو مش حضرتك برضو؟ ايوه ايوه انا. دي فرصه سعيده خالص، ده انا كان نفسي اتعرف على حضرتك من زمان، لكن حقيقي كل شيء اسمه ونصيب. ايه هو اللي اسمه ونصيب؟ مقابلتنا النهارده. تاكدي حضرتك انها هتخش التاريخ الفني. ذات يوم حار جاف صيفاً عند كيلو 91 تمت المقابله بيننا. على فكره ده انا نسيت اقدم حضرتي لحضرتك. انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ لا ابدا، دي نبذه بسيطه. اعوذ بالله. واضح ان حضرتك عصبيه ومتضايقه. انا فهمت. فهمت ايه بقى حضرتك؟ ان حضرتك واقفه الموقف الشاعري ده علشان تستلهمي شحنه جديده من الاحاسيس الفنيه، وانا بقى قطعت عليك الالهام ده، مش كده؟ اعوذ بالله. ايه دي كمان فيها اعوذ بالله؟ انا فهمت، حضرتك واقفه هنا تستنشقي هواء نقي. ها عندك حق، مفيش اجمل من هواء الصحراء. يا استاذ انا عربيتي عطلانه. الله، طب ما قلتيش كده ليه من الصبح؟ هو انت سايب لي فرصه اقول حاجه؟ خلاص يا ستي، اعتبر ان العنايه الالهيه بعتتني ليكي في الوقت المناسب. حضرتك بتفهم في العربيات؟ ايه اللي افهم؟ حضرتك شايفه العربيه الشيك اللي واقفه قدامك دي؟ انا مركبها على ايديا من وكاله البلح. الموتور نص فولكس والنص التاني ستروين قديم. الشاسيه كان اصله هوندا. اما بقى الفيتيس كان صورن كروفت، والدريكسيون ملوش مله. وفي النهايه بقت التوليفه اللي واقفه قدامك دي بقت واحده من اعظم السيارات في العالم وتناسب اسلوب حياتي. طب اعمل معروف، احاول تصلح السياره اللي تناسب اسلوب حياتي انا علشان اروح. من عينيا الاثنين. تسمحي؟ هادي. دي بتتفتح منين دي؟ طيب. لا بسيطة بسيطة، ما تقلقيش حضرتك. يا خبر، كل دي مفاتيح. طيب هيتنضف الإزاز برضه. يا هادي. يا خبر، ما شاء الله ما شاء الله، كل ده موتور. لا بسيطة، ادي نومة. ناوليلي مفتاح 18. مفتاح ايه؟ ما يلا ما تعطلناش. امال بقى ده برضه مفتاح 18؟ كل الموجود اهو. طب تسمحي تنزلي تحت شويه؟ تحت فين؟ تحت العربيه. انا؟ ما هو حضرتك لازم تمسكي راس المفتاح لغايه لما افك تربه البنزين واشوف مسدوده ليه. يا مسهل يا كريم، عارفه ايه اللي بفكه ده؟ لا. يا خساره. تعرفي حضرتك في بلاد بره يستحيل يدوا ترخيص سواقه لاي حد من غير ما يمتحنوه في الميكانيكا، انما عندنا بقى هات ورا هات قدام، مبروك جات لك رخصه. خد الرخصه. ايه مالك؟ اصل دي اول مره حضرتك تبتسمي فيها من ساعه ما اتقابلنا. طب خلصني اعمل معروف. حاضر حالا. هي قربت تتفك اهي يا مسهل. ايه؟ ايه الهباب اللي عملته ده؟ ايه بس في ايه؟ انا متاسف خالص. متاسف ايه؟ انا متاسف، كنت فاكر انه البنزين طلع انه زيت. طب والعمل؟ العربيه دلوقتي مش ممكن تمشي، الموتور اتحرق. وشي والزيت اللي عليه. تسمحي لي؟ هو بقينا خالصين. انت ايه يا اخي؟ احمد فهمي. ما سالتكش عن اسمك. يبقى انا لازم سمعت غلط. طب ممكن توصلني بسكتك وبعدين ابعت الميكانيكي ياخد العربيه؟ يا سلام، هو ده الحل الامثل. اتفضلي سيادتك. الباب ما بيتفتحش لا مؤاخذه. طب هطلع ازاي؟ في طريقه ثانيه. اتفضلي. خدي بالك. ايوه
يا سلام، مش عارف النهارده اسعد يوم في حياتي. ده انا اللي قلت لوالدتي ان انا قابلتك، هتطير من الفرحه. وجايز ما تصدقنيش، اصلها هي كمان بتحبك قوي. طول النهار تدور في الراديو على اغانيكي. هي عيانه اليومين دول، لكن ان شاء الله هتخف وتقوم بالسلامة. انا بصلي وادعي لك كل يوم، اصل انا طيب قوي وابن حلال ودعايا دايما يستجاب. ما خالص تمنياتي لوالدتك بالشفاء العاجل. ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. ممكن تسكت وانت بتسوق لحد ما نوصل؟ حاجه تجنن، سوق على مهلك، بص قدامك. اسمحي لي اخش اغسل ايديا. لازم يعني؟ يعني يهون عليك اروح ازور امي في المستشفى بالشكل ده؟ اتفضل. يا سلام. يا سلام يا هند. سوق الفيلا ده رائع. ايه مدام في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ازيك يا سنيه؟ ما تخافيش، ما فيش حاجه. ما فيش حاجه ازاي؟ امال ايه ده؟ جاريه يا سنيه، اذا كان هاني ما قالت لك ما فيش حاجه. وصلي الاستاذ على الحمام يغسل ايديه. اتفضل. ما فيش داعي تتعبي نفسك يا سنيه. روحي انت اعملي لي فنجان قهوه واوصفي لي مكان الحمام. اوصف لك مكان الحمام؟ ايوه. ايه فيها ايه دي؟ فيهاش حاجه. ها، على ايدك اللي بتاكل بيه. خلاص فهمت، ولو ان انا شخصيا باكل بايديها الاثنين. مفجوع يا بيه. ثانيه اعملي فنجان قهوه لهانم، اكيد جايه من السفر تعبانه. انا ما وردش عليا حاجات من دي ابدا. جبت منين التحفة ده؟ أنا لا جبت ولا حاجة، ده أنا عربيتي كانت عطلانة في السكة وصلني، ده قلب دماغي من كتر الرغي. طب ياكل بإيديه الاتنين، شكله كده مش هيمشي بسهولة، باين عليه لزقة. لا 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 لا، انزلي اعملي له قهوة وأنا نازلة له على طول. عينيا. مظبوط يا شطرة؟ مظبوط يا فندم. شكل. أهلا أهلا. أهلا يا فندم. اتفضلي اتفضلي حضرتك. هما لا مؤاخذه جايبين فنجان واحد ليه؟ حضرتك مش هتشربي معايا؟ لا. لو ما عندكوش بن كفايه انا مستعده تنزلك عنده. انت عارفه حضرتك الحاجات دي ما فيهاش كسوف. بالهنا والشفا ليك. الله يهنيك. طب ايه رايك نخمس سوا؟ انا شفطه وانت شفطه، زي ما بنعمل انا واصحابي في السجاير لما بنكون مفلسين. لو سمحت استعجل شويه، لان بالليل سهرانه في الشيراتون ولازم استريح قبل ما اخرج. هو حضرتك هتغني الليله؟ لا، معزومه. عندك حق. تحبي افوت عليك اوصلك؟ لا شكرا، في ناس اصحابي هيعدوا ياخدوني. انا عايز حضرتك تعرفي ان انا وعربيتي دايما في خدمتك. تاني؟ مين عارف؟ كل شيء اسمه نصيب. طيب استاذن انا بقى. يا خبر، بكل سرور. متشكرة. أهلا. على فكرة ده أنا نسيت أعرف حضرتك بنفسي. لا لا، مالوش لزوم، معلش. ما أنا هقول لسيادتك بس ما هو مع السلامة. أنت أنست وشرفت جدا. والله حقيقي. جدا جدا. يعني يا باي كتير. أهلا. طيب متشكرة يا فندم. مع السلامة. أنا بيت الكرم. أهلا أهلا. سلام عليكم. ها وبعدين عملت إيه؟ ولا حاجة. بعت الميكانيكي يشوف إيه حكايتها. بكره غيرها لك بواحده احسن منها. غيرها ايه يا شك شك؟ دي بقى لها كام شهر يا دوب. ولا يهمك، هجيب لك بدل عربيه سبعه بعدد ايام الاسبوع. انا مستعد افرشك الارض حرير بس تسمع. يا ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ ايه الهنا ده؟ مساء الخير يا جماعه. احمد فهمي صديق مدام حنان، وفي نفس الوقت مخرج استعراضي ومسرحي وارد الخارج. حلو قوي وارد الخارج دي. لا حقيقي، اصلا بعد الثانويه كان كل املي في الحياه ان انا ادرس فن. سافرت امريكا يا مولاي كما خلقتني، مسحت بلاط وغسلت صحون لما قلت يا كفا، انما رجعت من هناك ومعايا اعلى الشهادات من عندهم. امال يعني ما سمعناش عنك قبل كده؟
جاي السما حضرتك تقيل شوية. مش بدل مسح البلاط وغسيل الاطباق كنت درست حاجة على قدك؟ ممكن اتعرف على حضرتك؟ محمود شكري المقاول الكبير. يا محمود يا شكري يا مقاول كبير، مش عيب ان الانسان يكافح ويتعب ويشقى ما دام عنده امل نبيل بيسعى للوصول اليه. حلو يا جماعه الحته دي. بقى كل الرغي ده علشان حته شهاده اخدتها؟ ما هو بالنسبه للجدعان اللي زي الشهاده دي اول درجات النجاح، وبعدين كل شيء اسمه نصيب يا محمود يا اخويا. سمعناش عنه قبل كده. كل الفنانين في الاول بيكونوا مغمورين وبعدين يتعرفوا. ايوه بس ده أراجوز مش فنان ومغرور في نفسه قوي. حضرتك بترقصي هايل. فين الايام البالس؟ ما احنا فيها. دي اصلها اسم ونصيب، وانا اسمتي الليله في حته تانية. ضروري اشوفك. ضروري يا هاني. تأمري بحاجه يا حنان هاني؟ ميرسي. فرصه سعيده قوي يا محمود بيه يا شكري يا مقاول يا كبير. فردتين مرة واحدة. طب وإيه العمل دلوقتي؟ مش عارف. مساء الخير يا جماعة. يلزم خدمة؟ تصور فردتين كاوتش نايمين. ما هو كاوتش الايام دي مع الاسف مش ولا بد، علشان كده سيادتك لازم تشتري منفاخ وتشيله في العربيه. انا اشيل منفاخ؟ وفيها ايه؟ اوروبا كله كده، كل واحد ماشي بمنفاخه حتى اللي ما عندوش عربيه. المهم انا هموت من البرد كده. طب ما تتفضلي حضرتك اوصلك. ابقى طمني بالتليفون بكره. ما اجيب لك تاكسي احسن. استاذ احمد مش غريب؟ ايوه الاستاذ احمد مش غريب. مع السلامه. بقول لك ايه، ابقى سوق على مهلك يا جدع. انت تحت امرك يا سعاده البيه. اتفضلي يا مدام. اتفضلي يا مدام. انا لسه ما صلحتش باب العربيه، معلش هجيب السلم برضه. عمرك ما هتصلحها. اعمل ايه بقى؟ اتفضلي. باي. يا
غريبة حكاية الكاوتش دي. قولي الحمد لله ان انا كنت معدي في الوقت المناسب. ودي كمان غريبة. ولا غريبة ولا حاجة. ده دليل على ان قلبك ابيض وفيك شيء لله. زي تمام. تعرفي انت كنت منورة شيرتون الليلة. بلاش مجاملة. دي الحقيقة. ولولا ان انا خايف انك تقولي ان انا ببالغ كنت قلت لك ان نورك كان مالي الشيرتون وكل العمارات اللي حواليه. لكن انت صحيح درست الفن؟ طبعا يا فندم. ده انا معايا فيه اعلى شهادات في الاخراج المسرحي. وازاي ما اشتغلتش وتعرفت لحد دلوقتي؟ كل الشغل اللي اتعرض عليا ما لقيتش فيه نفسي، فرفضته بإباء وشمم وقلت طز. يا اخي لازم يحصل تنازلات في اول الطريق. اللي يتنازل عن اراءه وافكاره مره يتنازل عنها كتير قوي بعد كده. ثم هتنازل عنها ليه؟ في فلوس جالنا كباب، مفيش فلوس بارك الله في الفول والطعميه. الشيء الوحيد اللي يهمني اني اوفر علاج لوالدتي، والحمد لله مستوره لغايه دلوقتي. طمني زيها. ما عندكيش فكره لما قلت لها ان انا قابلت حضرتك عملت ايه؟ عملت ايه؟ قعدت على سريرها وهاتي اسئله. صحيح يا احمد؟ سلمتليش عليها يا احمد؟ يا ريتك كنت مستاهل يا ابني. قلت لها يا ماما ايه اللي بتقوليه ده؟ قالت لي ما فيهاش حاجة يا ابني، أصلها ست طيبة وعلى نياتها. يا خسارة، كل سكة حلوة قصيرة. تعالي من هنا بقى حضرتك نوفر عليك حكاية السلك. أيوة خدي بالك. تصبح على خير. وأنت من أهل. عليكي من ساعة؟ قلت له دي نايمة. اداني درس في الصحة وفايدة الصحيان بدري، وقال لي ازاي المدام ما تصحاش بدري عشان تشم اكسجين ونيتروجين، وقعد يكررني كلام كتير قوي. عارفة أنا لو كنت كملت تعليمي كنت قلته لك كله. واتهمني يا ستي بإني بضرك عشان سايباكي نايمة. ومن ساعتها وهو قاعد القعدة دي. زمان الجيران متضايقين منه خالص. من ده؟ ده أنا عملت الإجراء القانوني اللي لازم يحصل في المواقف اللي زي دي. يا خبر في حاجة اللي جرى وفي حاجة في ايه؟ انزل ايه؟ انا انزل يا اخويا. الله طب ليه عايز انزل ليه بس يا فندم؟ طب انا عملت ايه بس؟ حضرتك تفهمني. الله طب واخدني على فين؟ ركبني ورا ليه طيب؟ طب حد يكلمني؟ حد يفهمني؟ اركب. طب الكاسيت بتاعي من فضلك اركب. طب ما تفهموني انا عملت ايه؟ ايه امين؟ حصل ايه بس بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة. دلوقتي واحد قاعد بيسمع راديو في حاله بس مش عليك كده مش عايز كلام. فهمني حظك ايه؟ يا سلام يا سلام، دي اسعد ليله في حياتي. اتفضلي اتفضلي. يا دي الليله النكد. الفردتين برضو. ايوه انا هرجع مش خارجه يا شكر. انا مش عارف ايه النحس ده. مساء الخير يا جماعه. ايه ده تاني يا شكر بيه؟ ما انا قلت لحضرتك حط منفاخ دايما في العربيه. انت ايه اللي جابك؟ الاسم والنصيب. نعم يا اخويا. انا اصلي عندي الحاسه السادسه قويه قوي، بكتشف بيها اماكن العربيات العطلانه على بعد 100 كيلو. ميكانيكي حضرتك؟ المهم انا تحت امركم، تحب اوصلكم فين؟ ده بس عشان ما اكسفكش قدام المدام ويبقى موقفك بايخ. انا مش راكب. ليه بس يا شكشو؟ يلا عشان ما نتاخرش على الناس الموجودين هناك. اتفضل حضرتك. عن اذنك.
يلا يا شوك شوك. تفضلي يا فندم. تفضلي. ايوه. تفضل شوك شوك بيه. ما تنساش السلم. ايوه. برافو. برافو يا شوك شوك. هو شكري بيه بيبني عمارات؟ عندك عمارة تحب ابنها لك؟ أوعدك بشرف، أول لما أغتني وأفكر أبني عمارة هجيبك عشان أنفعك. إحنا دلوقتي بقى في بينا عشرة. شكري بيه مقاول قد الدنيا. شغلانة المقاولات دي شغلانة حساسة جدا. طبعاً حضرتك بتقرف الجرايد عن العمارات اللي بتقع بسبب غش المقاولين. يا أستاذ أنا ببني أعظم وأجدع عمارات في البلد. يا سيدي من غير ما تمدح في نفسك، انا خلاص وعدت هخليك تبني عمارتي. ها كل شويه ابني عمارتي تبني عمارتي. طب ايه رايك بقى؟ مش هبدها لك. ده كلام برضو تقوله يا راجل بعد ما اتفقنا. ثم منظرك يكون ايه دلوقتي لما اجيب مقاول تاني يبنيها؟ لا لا يا شوكي بيه، لازم تفكر في سمعتك. انت بتهرب بتقول ايه؟ جرى ايه يا شوك شوك؟ ده الراجل بيهزر معاك. هزاره سخيف. تسمح تسوق وانت ساكت يا استاذ احمد؟ حاضر يا فندم. يا سلام، الجو جميل بشكل النهارده. الجو بارد. هو مش بارد بارد، انما بيلسع. حضرتك حاسس بلسعته؟ أنا اللي ان شاء الله لما تقومي بالسلامه هبقى اجي ازورك في البيت. ربنا يسعدك ويكفيكي شر ولاد الحرام. لا 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 لا، من ناحيه تطمني خالص. طول ما انا جنبها ما حدش هيهون. انت ناوي تعسكر جنبي على طول ولا ايه؟ طبعا ده واجب عليا. Thank you.
ما فيش حاجة. ما فيش حاجة؟ وانا مش عارفاكي؟ فين الابتسامة اللي ما بتفرقش شفايفك؟ وايه السرحان ده كله؟ مش عارفة كده، حاسة انه حاجة ناقصاني. ايه اللي ناقصك يا ست الكل؟ مش معقول يختفي كده من غير سبب. يا اختي المركب اللي تودي. لا مش للدرجة دي، برضو كان ظريف. ظريف بس؟ اه طبعا، يعني امال هيكون ايه؟ المدام صحية؟ تعيش انت. ممكن ادخل؟ ايوه طبعا اتفضل. الباقيه في حياتك يا احمد. حياتك الباقيه؟ لكن حضرتك عرفتي ازاي؟ رحت المستشفى وعرفت، بس انا زعلانه منك. مني انا؟ ليه؟ كان المفروض تتصل بيا. ما حبيتش اشرك حد معايا في احزاني. حتى انا؟ حضرتك ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ هنشرب حاجه سوا بره. لا انا ماليش نفس اخرج خالص. حتى وانا معاك؟ لا طبعا، بس متهيألي ان انا دمي هيبقى تقيل. هستحملك وامر الله، بس ما تزودهاش قوي. تعرفي ان دي اول مره ابتسم فيها من اسبوع. الا قولي، هو الحمام برضو على ايدك اللي ما بتاكلش بيها؟ انت لسه فاكره؟ هو ده يوم يتنسي؟ انا كان متهيألي ان انا بس اللي فاكر. يلا ما تضيعش وقت، قوم احلق دقنك وغير هدومك وانا مستنياك. يلا يلا بقى. حاضر يا ستي. تعرفي في حقيقة عمرنا ما بنحس بيها ولا بنفكر فيها غير لما بتفاجئنا. ايه هي؟ الموت مثلا. انت دارس اخراج ولا فلسفة؟ الحرمان والوحدة بيعلموا الانسان حاجات كتير. مش انت بس لوحدك اللي جربت الحرمان والوحدة. انا حاسة اني وحيدة ومليش حد في الدنيا، وساعات لازم اضحك للناس رغم انه جوايا بيبقى حزين. بالرغم من كل الناس اللي حواليكي دي شيل المصالح كلها، الانسان الوحيد اللي بيحبني وبحبه بصدق مريض وربنا يشفيه. هو ده الراجل اللي في حياتك؟ انت فهمتني غلط، انا بكلمك عن واحد في منزلة والدي. مين ده؟ موسيقي قديم ما خدش حقه في النجاح، لكن راجل طيب جدا، فضل واقف جنبي لحد ما وصلت للسلطان. انت حمسيني قوي ان انا قبل. احنا لازم نزوره يوم. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 4. تحبي حضرتك نروح؟ نروح فين؟ انا هعدي على البيت اغير هدومي ونروح سوا الاستوديو. هنعمل ايه في الاستوديو؟ انا هسجل لحن جديد وعايزك تقول رايك بصراحه. بس حضرتك عارفه ان انا لما بقول رايي بصراحه بعك والناس بتتضايق. عك ولا يهمك، انا عايزك دايما تقول لي رايك بصراحه. اوعدك انك مش هتسمعي مني غير كل صدق بصراحه.
إنما أنت حقيقي غريب، بتفهم في كل حاجة حتى التسجيل. يا فندم أنا بتاع كله، حقيقي إن أنا اتمرمطت بره، لكن في الآخر اتعلمت كل حاجة. بما إنك بتاع كله، إيه رأيك في الغنوة؟ تجنن، بس أنا كنت حاسس وأنت بتغني إن عينيكي بتروح لبعيد، بالرغم إن عقلك وصوتك مركزين قوي في الغنوة. فعلاً أنا كنت بسرح كتير، لأني عايشة وحاسة بكل كلمة في الغنوة دي. ساعات بحس إني وحيدة، وساعات بحس إني سعيدة، وأرجع أحس تاني بالغربة. غريبة إن الأحاسيس دي كلها موجودة جواكي. أنا كان متهيألي إنك أنتي على طول سعيدة وبتضحكي. فعلاً شكلي وتصرفاتي بيقولوا كده، إنما جوايا حاجة تانية خالص. يا سعير ولد حسن. إيه يا سعد أنت فين؟ والنبي ما تسيبنيش يا حبيبي. أخلص تنومني على طول. ها؟ أحسن بتعب أنا من الناس اللي تتأخر عليا في المواضيع اللي زي دي. ميرسي يا قمر. إيه يا مدام؟ هو الأستاذ اتأخر ليه؟ معلش زمانه جاي. أهلا أحمد، عندك تأخير 7 دقايق، مش عيب عليك. تصوري نزلت لقيت كاوتش العربية نايم. الله، وهيكون شكشك رجع من السفر وزارك. مش بعيدة. يا جماعة، أحب أقدم لكم الأستاذ أحمد فهمي، المخرج الاستعراضي والمسرحي، ومصر كلها هتتحدث عنه قريب. مدام سعادتك قلت عليه كده يبقى كلنا مصدقينك. ده مش بس كده، الأستاذ أحمد دارس في الخارج. في الخارج، في الداخل، بره، جوه، ما دام سعادتك مقتنعة بيه خلاص. أنا ثقتي بيه أكتر من ثقتي بنفسي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا سيدي؟ إيه يا عمي؟ خلاص يا أحمد، خدت باسبور النجاح لرحلة الفن الطويلة العظيمة. بقول لك يا أحمد، إديني من وقتك ساعة. ليه؟ حدها لك تاني. تعالى عشان الناس متشاقه قوي وفي منتهى الشوق لمعرفة اخبارك. تعالى يا احمد. على اذنك يا مدام. اتفضل يا احمد. ايه اتفضل. بس هم الناس يعرفوني منين عشان يبقوا عايزين يعرفوا اخباري؟ يعني خلاص يا سيدي، نعرفهم بيك الاول وبعدين نبقى نعرفهم اخبارك، ولا ايه؟ احمد انا عايزك تفتح لي قلبك، لان دي عمليه مش بسيطه، خاصه معايا انا. يعني عمودي هيعمل عمال كتير قوي. ها، عايز تفتح لي قلبك كده بقى، خليك نور معايا. ها، قول لي اين نشأت وترعرعت؟ هو لا، شوف، هو في اعماق القريه بصراحه بقى، بس كنت عايز شغل بقى يبقى في اعماق القريه المصريه، حيث الاصاله والفن العذري. يا عيني. اين اكتمل نضجك الفني؟ على مهلك واهدى اهدى اهدى. ما انا هقول لحضرتك، انا عايزك تهدى. اهدى يا احمد، وانت ما تتسرعش في الاجابه. اين اكتمل نضجك الفني؟ لا يمكن، خد بالك، لا يمكن، لسه بدري برضه. لا يمكن القول بان الفنان وصل الى مرحله النضوج، لانه في الواقع يزداد نضجا من كل يوم، يجد او يجدد، خلي بالك من يجدد دي، يجدد فيه ثقافته وعلمه واحاسيسه. لذيذ. لذيذ حقيقي وتام. ده موهوب جدا، باذن الله هينجح قوي قوي قوي، وهيقدم حاجات جديده خالص ان شاء الله. الحب، خد بالك من دي، لان دي نقطه الجمهور يهمه قوي انه يعرفها عنك. الحب، الحب والشعور والحساسية والعاطفة. ايه؟ خلاص خلاص. لا، هو معروف، معروف يعني. اشعر به يهز اعماقي ويملأ كياني، ولكن اخاف ان تلمسه يدي فلا اجده. دي ساوي اوي اوي. هلا، ايه يا اخوان؟ ايه يا سعد يا عمي؟ قايل له لف، يعني لف مع في الحفله ويجي لي يملى. هكمل لك الحكايه دي بعدين. ها، حديث بعدين. يا سعد املى لي كاس يا سيدي، املى لي كاس. يا
ليه؟ لأني حسيت إن كل القعدة دي معمولة علشان. وفيها إيه؟ أنا ما استاهلش كل ده. ليه بتقول كده؟ اللي بيحصل ده جايز فيه إحراج ليكي لمكانتك الفنية والاجتماعية في البلد. كل اللي يهمني إن أنا مقتنعة بيك وحاسة إنه عندك طاقة وموهبة هتعمل حاجات كتير في الفن. وأنت إيه اللي مخليكي مقتنعة قوي بيا كده؟ هو أنا ما قلتلكش؟ ما قلتليش عليه. إن أنا عندي الحاسة السادسة زيك، زي ما أنت بتكتشف أماكن العربيات العطلانة، أنا كمان بكتشف الفنانين العطلانين اللي زيك. أيوة كده اضحك. يلا ندخل قبل ما الناس يقلقوا. على فكرة حضر نفسك بكرة لمفاجأة مهمة أوي. مفاجأة إيه؟ وأنا لما أقولك عليها هتبقى مفاجأة. ربنا يخليكي ليا. ايه ده؟ مسرح. ما انا فاهم انه مسرح، انما ايه حكايته ده؟ اجرته مخصوص علشانك، تقدر من دلوقتي تقدم عليه الفن اللي نفسك فيه، واذا رضيت تشغلني اكتر خيرك يا بيه. مدام حنان انت في وعيك؟ الكلام ده جد؟ طبعا. كلام رجاله يعني؟ لا مش كلام رجاله، كلام ستات، بس يعني ستات جدعان قوي. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، اتفضل ادرس المسرح وشوف ناقصه ايه، معدات ديكورات، مش عايزه يكون لك اي حاجه، واكبر مهندسين ديكور هيكونوا عندك بعد دقايق من دلوقتي. ده انا مش هتنقل من هنا، انا حبات ليل نهار. عظيم، عقبال ما انت تقابل مهندسين انا هروح ازور الاستاذ مبروك لانه كلمني بالتليفون الصبح وعايز يشوفني ضروري. احمد مالك؟ ربنا يخليكي ليا وللفن وللبلد كلها. انت اجرت مرسح؟ عرفت منين؟ انا ليا مين غيرك عشان اسال عن اخباره واطمن عليه. ايوه حسن. وناويه تجدديه وتجيبي له معدات صوت واضاءه من اوروبا زي الحاجات اللي بنسمع عنها. ايوه. علشان كده بعت مجوهراتك وحطيتيها على تحويشة العمر اللي كنت مأمنة بيهم مستقبلك. سنية قالت لك؟ سنية خايفة عليكي، وأنا كمان خايف عليكي. الزمن غدار والفنان دايماً على كف عفريت. مفيش مجد بيدوم، مفيش شيء بيستمر. الإنسان الواعي هو اللي يعمل حساب بكرة قبل النهاردة. أنا ما بعتش مجوهراتي علشان حاجة غلط، أنا بحاول أطور فني وأخلي الناس تشوفني في أسلوب جديد. الشاب ده عنده كام سنة؟ أنا مالي ومال سن. حنان أنت بتحبيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا أستاذ مبروك؟ أنت عارف إن موضوع الجواز والحب نسيتهم من زمان من اللي شفته. أنا ارتباطي بيه ارتباط فنانة بموهبة تستحق التشجيع. أنت فاكر في بداية حياتي الفنية قد إيه اتعذبت لأني ما كنتش لاقي حد يقف جنبي؟ بس كده؟ بس كده. ممكن تخليني أشوفه؟ أوعدك نفوت عليك بكرة أو بعد بكرة. على فكرة هو كمان نفسه يشوفك من كتر ما كلمته عنك. صباح الخير يا قمر. صباح النور يا جميل. الساعة كام دلوقتي؟ 8 بالدقيقة وكل يوم من ده. هي المدام صحت ولا لسه؟ وعايزها تصحى ليه دلوقتي؟ ورانا شغل. محدش بيشتغل الساعه دي الا بتاع اللبن وبتاع العيش واللي بيلم الزباله. ما هو لو انت بطلي غلب انت بس، اخرجي منها. اسمعي اعملي لي قهوه سكر زياده، وهاتي السكر لوحده. السكر لوحده؟ ما سمعتهاش دي اول مره، لازم هيحط السكر في جيبه. مين؟ اصحى يا نايم وحد الدايم، ابو حميد واقف على الباب. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه اللي جابني ايه؟ مش في شغل بينا يا استهانم؟ أنا عايزة أنام. تنامي ده إيه؟ الرزق يحب الخفية. ها؟ قلتي إيه؟ صباح الخير. صباح النور على البنور. ها؟ هتنزلي ولا أدخل؟ تدخل ده إيه؟ طبعًا هنزل. خلاص، مستنيكي تحت في الحديقة. حديقة؟ أيوه، الحديقة الغناء اللي تحت. طيب، استناني في الحديقة وأنا نازلة وراك. وأنا هقول لسنية تضرب لك الفطار. يا خبر،
فين علماء الفلك يشوفوا المعجزة دي؟ معجزة ايه؟ الشمس والقمر الاثنين طلعوا في وقت واحد. بطل كلام وتعالى نشتغل. نشتغل؟ ايوه، امضي هنا. ايه ده؟ عقد يضمن حقوقك شريك بالنص. انا شريك؟ ايوه. وبالنص كمان؟ مش كفاية؟ مش كفاية ده ايه؟ هو انا ايه اللي عملته عشان استحق كل ده؟ لازم تشتغل وانت مطمن على مستقبلك. مستقبلي كله ان انا اكون جنبك، مخرج، فراش، ان شاء الله اكون ساعي، المهم جنبك. ما هو انا عشان اضمن انك ما تسيبنيش وتشتغل بره لازم امضيك. انا اشتغل بره؟ ده انت لو طردتيني من الباب هنطلك من الشباك، ان شاء الله اروح فيها السجن. في دي انا مصدقه انك تعملها. اتفضل امضي بقى. مالك؟ اللي عملتيه ده مش ممكن يعمله بشر. امال ايه؟ يعمله ملاك جاي من السماء علشان يسعد الناس ويهنيهم. اتفضل افطر بقى. لا ده انا سبقتك من الساعه 7، ريحت 2 فول بالبيض وغطيتهم بواحد شاي بالحليب، ثم ان انا لازم امشي دلوقتي حالا، العمال هتبتدي تبني في المسرح الساعه 9. ولما انت مش فاضي وريح المسرح صحتني من بدري ليه؟ حبيت اشوفك واخد البركه اللي ببتدي بيها يوم جديد في حياتي. منحتك بركاتي. انما انت ناوي تعمل الحكايه دي كل يوم الصبح؟ يا ريت على الصبح وبس. امال ايه؟ حضرتك تسمعي عن اللزقه الانجليزي؟ ايوه. اهو انا بقى انيل منها. انت ايه حكايتك؟ مش بقولك كل شيء اسمه نصيب. انا لازم امشي. الاستاذ احمد موجود يا فندم. هو احنا عارفين نشرب كوبايه ميه منه؟ ايوه خلي النور هنا. لا 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 جيبه كده على جنب شويه. هاي هاي خليك بقى زي ما انت. ايه يا مجنون ده؟ كان ممكن تكسر رجلك بالحركه دي. فداكي. طب لو كانت رقبتك اللي انكسرت ساعتها كنت بقيت شهيد فنك وجمالك. يا ريت شغلك يكون عظيم زي كلامك. انا شغلي وكلامي من قلبي، منتهى الصدق والاخلاص. اتفضل كل بقى. خلاص انا اكلت الصبح. عارفه 2 فول بالبيض وغطيتهم بالشاي واللبن، بس الساعه 3 دلوقتي. معقول؟ يا خبر ابيض، ما حسيتش بالوقت خالص. يا ترى هتبقى جاهز امتى؟ بالكتير خالص اسبوعين.
انسان يستحق التهنئه الليله دي هو المخرج المجدد الاستاذ احمد فهمي. نجحنا ان شاء الله دايما يا رب. اسمعي نعم. روحي بقى قولي لهم يبعتوا لنا اثنين عصير واستفندي وخدي لك واحد على حسابي. ياه والبحزاه دي كلها يا يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. يا سيادنا اللي جوه. نعم يا اللي بره. في تلغراف علشانكم. تلغراف من مين؟ من انا طبعا. يا سلام عليك يا اخي، فين التلغراف ده؟ لا التلغراف ده من النوع الذي يسمع ولا يقرا، زي ما قالت الهوا يعني. طيب قول. بحبك 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 في انتظار ردكم، طمنونا. التوقيع احمد فهمي. ايه قلت ايه؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ اوعي تقولي اني عكيت. اللي قلته ده عمره ما كان في خيالي. انا شده حبي ليكي هي اللي ادتني الشجاعه اني اقولك الكلام ده. مساله الحب دي شلتها من حياتي خالص من زمان. مش بالبساطه دي يا حنان. جربت وتعذبت. مش ممكن ان التجربه فاشله في الحياه تحرم الانسان من اجمل شيء في الدنيا. ثم ان تجربتك الاولى دي كان لازم تفشل. ليه؟ علشان قلبك يبقى خالي. واجي انا النهارده قدامه واركن واستحلفه ان هو يوافق على جوازنا. جوازنا؟ اي ما كده برضه تسرح بيا؟ اروح البوفيه اقول لهم عايزه عصير واستفندي يقولوا لي مفيش غير عصير بطيخ ويضحكوا عليا؟ انت صدقتي برضه. اتفضلي. بصحة نجاحك. بصحتك انت العمر كله. ألف مبروك نجاحك يا ابني. متشكر أوي يا فندم. بس كان نفسي جدا إن حضرتك تحضر معانا الليلة. أنا كنت معاكم بقلب. يا ريت تحضر العرض بكرة ويانا. ما أنت عارف خروج دلوقتي أنا ما بخرجش. خطوتي بقت على قد يده من الأوضة دي للأوضة دي. ليه بس؟ ما صحتك كويسة أيوة الحمد لله. ده في الظاهر بس. لكن الحقيقة أنا نفسي مات قبل جسمي. ليه بس التشاؤم ده يا استاذ مبروك؟ ملوش لزوم يا احمد. ليه؟ الاستاذ احمد زي ابني ويهمني يعرف حكايتي. من حوالي 10 سنين قابلت بنت اصغر مني بكتير في السن، كانت مغمورة محدش يعرفها. عجبني صوتها حبيت اقدمها للناس. شوية شوية قلبي انفتح لها، حبيتها، بس برضو كنت خايف. شجعتني قلت لها فارق السن بيني وبين الكبير. قالت لي السن الكبير قيمة وقار وحكمة. صدقتها واتجوزتها واشتهرت. في يوم رجعت من حفلة كنت فيها مع حنان لقيتها في أوضة النوم مع عشاء. وقفت زي المجنون. أول حاجة عايرتني بيها كانت سني. هجمت عليها وقتلتها. حبسوني 5 سنين. حسيت فيهم بالذل والوحدة والعار، خصوصا بعد ما عرفت إن كل الناس كانت عارفة إلا أنا. أستاذ مبروك أنت ما غلطتش. هي الإنسانة معدنها ما كانش أصيل. أنا معاك. معاك إن معدنها ما كانش أصيل. بس أنا كمان غلط. كان في فرق في السن كان لازم أحترم وأعمل حساب. لزوم إيه نرجع للماضي يا أستاذ مبروك؟ هو كان راح علشان يرجع. ده لسه عايش جوايا. راجل طيب مش كده؟ بس حكايته مأثرة عليه. اللي شافه مش شوية. أنا حسيت من كلامه إنه فقد الثقة في الناس. ما بيشوفش الدنيا غير من نظرة واحدة، وده غلط. ثم إن هي أكيد ما كانتش بتحبه. إيه اللي خلاك تقول كده؟ لأن مستحيل إنسان يكون بيحبه ويخون اللي بيحبه في يوم من الأيام. والحكايات اللي بنسمعها كل يوم بتكون وهم ومصالح. الحب أقوى من إن هو يضيع تحت أي ظروف.
ايه اللي وقفك هنا يا احمد؟ عايز اقول لك حاجه. ايش معنى المكان ده؟ تعالي بس. شوفي بقى يا ستي، ايام الفشل والضياع كنت باجي اقعد هنا لوحدي تحت الشجره دي، كنت بقعد بالساعات واقعد ابص الميه وافكر ان انا انتحر وارجع تاني اقول خساره تحرم الفن منك ومن عبقريتك. علشان كده جيت دلوقتي عشان احتفل بنجاحي واغيظ المكان اللي ياما شاف ايام فشلي. المره دي مش بس ناجح، انا معايا كمان اجمل ست في الدنيا. ها قولي لي بقى، كنت مستغربه ليه؟ ابدا، اصل الشارع ده ليه ذكريات عندي. ممكن اعرفها؟ ده يعني لو ما كانش ضايق. ابدا، بس انا في المكان ده كان لازم في يوم اختار بين حبي وبين فني. ازاي؟ كنت بحب واحد كان المفروض ان انا اتجوز، لكن ظروف شغله خليته يطلب مني اني اختار بينه وبين الفن. طبعا اخترت الفن. ويا ترى انت ندمان على كده؟ عمري ما ندمت على حاجه عملتها ما دام مقتنعه بيها. طب ازاي ممكن اقنعك اننا نتجوز؟ سيبها شوي. تصبح على خير. انت مش هتردي عليا بقى؟ هفكر وارد عليك. فكري دلوقتي اعملي معروف. مش معقول لازم تسيبني شويه لوحدي. 10 دقايق يعني؟ 10 دقايق ده ايه؟ نص ساعه. وبعدين معاك يا احمد. اعذريني، ما هو غصب عني. خلاص روح دلوقتي وبكره ارد عليك. امرك. بس وحياة النبي خليكي عارفة إن كلمة منك ممكن تسعدني العمر كله، وكلمة منك ممكن تتعسني العمر كله، ولو إن كل شيء اسمه نصيب. تصبح على خير. وإنت من أهلي. شعوري برضه بالنسبة له. طب والعامل؟ خايفة. ارفضي. مش قادرة. اقبلي. وده برضه كلام. أنا عايزة أنا أقول لك إيه؟ ما هو مفيش غير الحاجتين دول. أنا حاسة فعلاً إنه إنسان تاني بيختلف عن كل اللي قابلته. مع احترامي لسيادته، كل الرجالة عجينة واحدة. ده كان رأيي برضه، لكن هو غيره. ده حنين بشكل. حنين أنت. نامي بقى واستريحي، والصبح نبقى نتكلم في الحكاية دي. تعالي شوفي، تعالي اتفرجي. ما تزعليش مني، ده عايز سراية المجانين، واذا كنت خايفه من الفضيحه اجيب له دكتور المجانين لحد هنا. هو صحيح مجنون بس يجنن. والله ما انا عارفه مين اللي يجنن. ايه يا استاذ ده؟ ايه؟ في حاجة؟ أنا نايم في حالي. أظن بقى دي لا فيها بوليس نجدة ولا أمناء شرطة. نام في بيتكم. أنا أنام هنا زي ما أنا عايز. يوم، اتنين، 10. مش منقول من هنا، إن شاء الله العمر كله. لغاية لما أنت ترد عليا. هتاخد برد. عارف. وبعدين معاك يا أحمد. المهم اتفضلي أنت، أنا ميعاد نومي جه. تصبحي على خير.
خلاص انا موافقه. ايه؟ موافقه. قلت موافقه؟ ايه ده؟ ايه؟ انا مش هنتجوز. تعالي بس تعالي.
ولا سنية الحقيني عليا البصل. وكان عليكي من ده بس انت عمرك في حياتك ما شفت البصل. اصلي نفسي احس اني بطبخ له بايدي. ما عندكيش فكره الرز اللي عملته امبارح قد ايه عجبه؟ الرز بتاع امبارح؟ ايه ماله؟ لا جميل. يعني هو صحيح ما كانش قد كده لكن عجبه هو. اصل هو بقى كيف رز ملبك. اتفضل انت بقى سنيه سيبيني يا باشا مهمتي. يا سلام ده يوم المن. اتفضل باشا مهمتك. ايه ده؟ عشان تمسح دموع البصل. ارجوك اتفضل اطلع بره وانا عايزه اعمل اكل بمجهودي. ما تسيبيني بس اساعدك عشان ناكل لقمه كويسه. ده بعدك. طوعيني. ده بعدك. طيب خلاص يا ستي بس تواصلي شويه بالرز والنبي. ليه؟ هو ما كانش كويس امبارح. لا لا ده كان قايل بس اصلي جعان شويه النهارده. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. بيسر البرنامج أن يستضيف الفنان الكبير والمخرج الاستعراضي الأستاذ أحمد فهمي. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا فندم. الحقيقة بتوصل للبرنامج جوابات كتير في هذه الأيام بالذات وكلها بتسأل وسعيدة بنجاح الاستعراضات الأخيرة والأغنيات الأخيرة. ويعني هنسألك سؤال صريح شوية بتسأله برضو الجوابات دي. بتقول يا ترى نجاح وإخراج الاستعراضات بالشكل الجديد ده كان سببه شهرة الفنانة حنان ونجاحها كمطربة ولا الفضل فيه لحضرتك والإخراجك يعني؟ هو في الحقيقة حضرتك ما تقدريش تقولي إن السبب في النجاح ده كله يرجع لي أنا يعني أو للأفكار الجديدة والطريقة اللي أنا قدمت بيها الاستعراضات للفنانة حنان. طبعا الفنانة حنان كان لها استعراضاتها قبل ما نتعاون مع بعض. ممكن حضرتك تقولي ان النجاح ده كله يرجع الى التعاون اللي تم بيننا والافكار الجديدة وطريقة الاستعراضات اللي انا قدمتها فيها. انت مش معايا ان هو ابتدى يتكلم عن نفسه كتير قوي الايام دي؟ يا ستي انا ياما الناس تكلموا عني. دلوقتي هو اللي محتاج ان الناس تتكلم عنه. قريتي اللي مكتوب في صباح الخير؟ خير. هيشتغل في فرقة استعراضية جديدة؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ أهو مش هو ده؟ أنتِ برضه بتصدقي الأخبار دي؟ ما هو لازم تتأكدي. مش معقول كمان تقعدي في البيت وهو ينزل يشتغل مع ناس تاني. الفنان لازم يبقى قدام الناس وإلا هينسوه شوية شوية. الناس نسايا. بلاش كلام ملوش معنى. انت حرة. انا مروحة بقى هقضي شوية حاجات واجيلك بكرة. مع السلامة. الله يسلم. ايه اللي نايمك كده؟ كنت قاعدة مستنياك. هي الساعة كام دلوقتي؟ ياه ايه اللي أخرك كده؟ ما أنت عارفة أنا كان عندي تلفزيون وبعدين كان عندي شوية مواعيد. على فكرة اتفرجتي على الحديث بتاعي؟ أيوه. وإيه رأيك فيه؟ ما هو أنت ما يتخافش عليك في الكلام. سهرت مع جماعة أصحابي شوية. قول لي يا أحمد، صحيح اتفقت على شغل مع فرقة من الجداد؟ أنت مين اللي قالك؟ قريت في الجرايد والمجلات. هي فكرة إنما لسه ما اتفقناش. وليه ما قلتليش؟ ما أنا بقولك لسه ما اتفقناش. يعني كنت مستني لما تتفق وبعدين تقولي؟
لا ابدا، بس انت عارفه الكلام في الحاجات دي كتير. بس انا شريكتك ومن حقي اعرف. تقصدي شريكتي في الشغل ولا في حياتي الزوجيه؟ في الاثنين. ولا انت شايف غير كده؟ يا حبيبتي انت بتكلميني زي ما تكوني زعلانه مني. انا ما عملتش حاجه تستحق كل ده، ثم ان انا فنان ومن حقي ان انا اشتغل مع اي حد وفي اي حته. نشتغل سوا ولا انت عايزني اقعد في البيت؟ يا حنان انت فنانه وممكن تقدري رغبتي في تقديم الجديد. جديد في الفن ولا الفنانين؟ في كله. خلاص اعمل اللي انت عايزه. حبيبتي انت مراتي وشريكة حياتي قبل ما يكون شغلي، المفروض انك انت تفرحي لي. ومين قالك اني انا مش فرحانه؟ كلامك بيقول غير كده. اصل صعبان عليا، ما اعرفش الخبر منك واعرفه من الجرايد والمجلات. خلاص اوعدك من هنا ورايح هتعرفي كل حاجه مني انا اول باول. اضحكي بقى، انا ما اقدرش على زعلك. وانت فاهم ان انا اقدر ازعلك، ده انا بقعد طول النهار افكر اعمل ايه عشان اسعدك. مش عارفه رغم زعلي منك مش عارفه ازاي تقدر تنسيني الزعل في ثواني. عشان انت متاكده ان انا بحبك. قريت الروبرتاج اللي كاتبه استاذ ابراهيم عنك؟ شوف يا سيدي، حنان بفنها وقدراتها ما زالت تدفع بالمخرج احمد فهمي الى القمه حتى وهي في منزل الزوجيه. اهلا يا استاذ احمد، اظن سعادتك قريت الروبرتاج اللي انا عملته. الله، ما دام المجله قدامك يبقى قريته. قطعا قريته. ايه يا استاذ اللي انت كاتبه ده؟ معناه ايه ان حنان هي اللي بتدفعني؟ يعني بتدفعك؟ يعني دفعك اللي قدام فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. يا استاذ انا اذا كنت ناجح فانا ناجح بمجهودي، مش عشان حد واقف ورايا ولا حد بيدفعني زي ما انت كاتب. الله 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 الله، خبر ايه يا استاذ احمد؟ الله، انت مش عارف المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امراه؟ وانا بقول ان وراء كل عظيم فن اعظم وفكر اعظم. هو ده احمد فهمي، ده الكلام اللي انت لازم تقوله للناس لو حبيت تكتب عني. واضح؟ يا استاذ احمد من فضلك يا استاذ، انا مش فاضي دلوقتي، عندي شغل. سيب يا استاذ ابراهيم، ما تطلعهوش من المود. مود؟ طلعه من المود؟ وانا دلوقتي ما بكلمه بطلعه من المود؟ معلش على كل حال انكبست، انما معلش يا استاذ احمد، قدامنا عمود تاني ان شاء الله، الى الملتقى في عمود تاني ومعايا القلم برضه. سلام عليكم. انت فاهمه ان واحد زي ده ممكن يضايقني؟ ده لا هو ولا عشره زيه. انا احمد فهمي. لا يمكن يا مدام، انا اتهان بالشكل ده؟ انا اتهزق بالشكل ده؟ انت عارفاني كويس يا مدام، انا عندي قلم ما يرحمش، عندي عمود في الجرنان لو سكعت ورزعت بيه ما قال الواحد امسحه. لكن معلش انا جاي برضو لحضرتك عشان استاذنك اخد موقف معاه من بكره. معلش يا استاذ انا بعتذر بالنيابه عنه. ليه تعتذري ليه يا مدام؟ ده انت سبب شهرته، ومع ذلك عمرك ما عاملتي الناس بالطريقه بتاعته دي. ده راجل مخربش بصراحه، راجل لبط. لا ابدا، انا قدمت له الخطوه الاولى بس، وبعدين هو بمجهوده كمل الباقي. لا 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 استهانم، انا مش مقتنع بالكلام ده ابدا، لان سعادتك بتتكلمي من هنا من خلال الحب، بدافع الحب، لكن عشان خاطر عيون سعادتك سماح النبادي، لكن مره تانية يقع في ايدي، مره تانية اتهزق منه العمود والقلم. ما عنديش غير عمودي وقلمي على طول. لا مؤاخذة يا فندم، استأذن انا عشان بس تتكلمي مع سعادة البيه. لا لا مش ضروري انت خالص، لان انت عندك شغل، تعطل نفسك. هي يا مدام اول مبروك. الحقيقة مش عارفة اقول لك ايه. يا مدام حضرتك مبتعدة بقالك مدة، وبعدين الحفلات دي هتلفي بيها العالم وهتبقى خطة كبيرة بالنسبة لك. مش هقدر، ده ما عندكش فكرة انا مرتبطة بأحمد ازاي، وهو كمان ده حتى هدومه ما يرضاش يلبسها الا لما ياخد رأيي. يا ستي يجي معانا. بس هو وراه شغل، عموما انا هاخد رأيي وارد عليك. على العموم انا مستني منك مكالمة في الاوتيل. ان شاء الله. استاذن يا فندم. واحد اثنين
ايه المفاجأة الليلة دي؟ وحشتني وشغلك وحدك مني، قلت اجي اشوفك. معلش يا حبيبتي انا متأسف. ما تقولش كده، انت جوزي وانا احب اشوفك اعظم انسان. ما تيجي نروح. لا كمل شغلك وانا قاعده هتفرج. البروفه دي ممكن تستنى، لكن شوقي ليكي مش ممكن استنى. عشان خاطري مش عايزه احس اني عطلتك، انسى اني موجوده. معقول انسى انك موجوده؟ طيب يا جماعه هنأجل البروفه لبكره. شايف ان دي فرصة عظيمة بالنسبة لي. وانا خفت اوافق قبل ما اخد رأيك، لا تزعل. مفيش شك يا حبيبتي ان 3 أسابيع بعيد عنك هيبقوا عذاب بالنسبة لي. لكن انا فنان قبل ما اكون زوج، ومقدر الظروف دي كويس. وانا زوجة قبل ما اكون فنان، ولازم اراعي شعورك. انت طول عمرك عظيمة. بس انا بقى ليا شروط قبل ما تسافري. ايه يا حياتي؟ لازم تكلميني في اليوم ولو مرة، علشان لازم اسمع صوتك. وليه ما يكونش كل يوم مرتين تلاتة؟ يا ريت. في واحد بيقول ان بوابع مرت احمد بيه عايز يقابل حضرتك. خليه يدخل. صباح الخير يا ست هنا. ايوه يلزم خدمه؟ انا بواب العماره اللي فيها شقه احمد بيه. خير؟ البيه يظهر نسي حنفيه الحمام مفتوحه، والميه غرقت الشقه وقربت تغرق العماره كلها. بس احمد من مده كبيره ما راحش الجيزه، ايه اللي فتح الميه؟ جاريه ست هانم، دي الشقه في الزمالك. اعملوا معروف الدين المفتاح او حد يجي معايا يفتحها. طيب انا جايه معاك. بعد إذنك أنا كسرت باب شقة الزمالك لأن المية غرقتها. أنا متأسف من تعبتك. مش هممني التعب. أمال إيه؟ هممني إني آخر من يعلم إنه حضرتك عندك شقة وفارشها. ما أنا حظي دايما كده، كل ما أقدم لك مفاجأة الظروف تبوظها لي. يا سلام على المفاجآت. الشقة أنا فعلا خدتها، وكنت ناوي افرشها شويه شويه. كنت عامل حسابي اني هاجي في يوم واقول لك اتفضلي ادي شقه الزوجيه وادي مفتاح الشقه. خدي مفتاح. طب ومالها الفيلا؟ الفيلا دي بيتك انت، لكن انا كنت عايز احس اني جايه في بيتي انا. معرفش يمكن اكون بفكر غلط، لكن هو ده احساسي. اخس عليك يا احمد، ليه تفكر كده؟ بيتي بيتك، انا وانت واحد. ربنا يخليكي ليا. وحشني صوتك قوي يا احمد. مش مهم،
أي حاجة، المهم دلوقتي حاسة إني معاك. شغلك عامل إيه؟ قول لي الأول، بتاكل كويس ولا بتنسى نفسك؟ وحياة حنان عندك، خد بالك من صحتك. أحمد، بتاخدني في حضنك ولا لأ؟ أصل طول الليل بنام وحاسة إني نايمة على دراعك وفي حضنك. نفسي أكون طول الليل معاك. باي باي يا أحمد، يا حبيبي يا حياتي، باي باي. الواجب اليوم اللي علي هطلب لك مصر. لا بلاش. بلاش ليه كفل الشر؟ احمد عيد ميلاده بكره، هعمل له مفاجاه واسافر له. تسافري له؟ والحفلات والمتعهدين والجمهور والورد. يوم واحد وهرجع. والنبي انت عقلك بقى زيه. وحشني يا سنيه. قبل ما تقولي وحشني يا سنية لازم تعرفي المسافة اللي بيننا وبينه. المسافات مش مهمة، أي حاجة مش مهمة مادام هشوفه. يا ريت يكون بيحبك قد ما بتحبيه. يا ريت أنا أكون بحبه زي ما هو بيحبني. ما عندكيش فكرة بيقولي إيه كل ما أطلبه في التليفون. لا عندي، هو في حد بيتكلم زيه؟ ده لبلب. هو ما بيتكلمش، هو بيقول اللي في قلبه. إيه وتصرفاته معاكي قبل ما تسافري كانت من قلبه برضه؟ أنا فكرت لقيت عنده حق. هو عايز يكون عنده شخصية مستقلة، نفسه يحس بكيانه كراجل عنده بيت وشقة فارشها بفلوسه، نفسه يصرف علي. يعني إيه العمل؟ رسيني على برا عشان أنام. كلمي لي شركة مصر للطيران واحجزي لي على أول طيارة. يا مصيبتي ده أنت توصلي بعد نص الليل. وماله يعني هخاف؟ لا مش هتخافي. الحمد لله اللي ما اتجوزتش، كان زماني مش شحططه. راح جايه جايه، راح راح جايه. الحمد لله على انت. طيب يا احمد. كل سنه واحنا الاثنين دايما في حب. انما طمنيني الحفلات مشت كويس جدا جدا، وكان نفسي تكون معايا. انت اكتر واحد يهمني تشوف النجاح ده. بس انا جيت مخصوص علشان عيد ميلادك ومسافره بكره الفجر. بقى انت راجع بس عشان عيد ميلادي ومسافره تاني بكره؟ انت شايف ان ده كتير عليه؟ ده مش كتير عليا انا وبس، ده كتير على اي حد في العالم. ما هو انت كل العالم. بس انت كنت معايا طول الوقت، صوتك، صورتك، ضحكتك، نفسك، كنت شايفك في عيني. اديني جيت لك بنفسي ولا الخيال كان احسن؟ انت مفيش احسن منك في الدنيا دي كلها. كل سنه وانت طيب يا احمد. وانت طيب. علشان ابقى معاك دايما. انت دايما في قلبي. مدام مدام الحمد لله على السلامة.
ست الكل، احنا هنفضل طول الليل نقول ليه؟ اعمل ايه؟ ليه بعد كل اللي اديتهوله؟ ليه بعد كل الامان؟ بعد خوفي عليه من المستقبل؟ بعد كل الحب؟ طب ما كان قال لي كنت هبعد. لو قال لي انه بيحب كنت احترمته وكنا بقينا صحاب. بس ليه الخيانه؟ ليه حبيبتي دلوقتي ايه طلباتك؟ عايزك تقابله. صباح الخير استاذ مبروك. صباح النور يا ست الستات. قابلته؟ ايوه. وقال لك ايه؟ عيط وقال انه ندمان وهيفضل طول عمره ندمان وإنك بكده بتقتليه. أنا؟ أيوه، وطلب إنك تديله فرصة أخيرة. فرصة أخيرة؟ ده أنا ياما إديت له فرص، ده أنا ياما كذبت على نفسي وكذبت إحساسي، ده أنا ياما قلت لنفسي أنت أكيد غلطانة، مش ممكن واحد بيتحب الحب ده والمفروض بيحب ويخون. ده أنا ياما كنت بضحك على روحي علشان ألاقي له الأحذار. أنا عمر ما حد جرحني قد الجرح ده. المهم هو موافق على كل طلباتك. أنا ليا طلب واحد، يطلقني. النهاردة هيحصل. المهم إنك فنانة، فنانة فيه ملايين بيحبوكي مستنيينك. مش قادرة، أنا جوايا حزين. هتعدي كل الأحزان صدقيني. صعب، أنا كلي متجرح، ما أقدرش أسعد الناس وأنا تعيسة. أمال أنت ليه طول عمرك عظيمة؟ علشان أنت في عز أحزانك بتقدري تقفي. تسقيف جمهورك ليكي هيخليكي تنسي كل أحزانك، استقبال الجمهور ليكي هيخليكي في السماء. حرام عليك يا أستاذ مبروك. هو ده العلاج علشان تنسي. أنا في جمعية مهمة جدا بيكلموني بقالهم مدة، بيترجوني أتوسط لهم عندك. هيعملوا حفلة هينقلها التلفزيون ونفسهم أنت اللي تحييها. أنا النهاردة وافقت بالنيابة عنك. إزاي توافق؟ أنا في إيه ولا إيه؟ فاكرة لحن؟ لا يا قلبي، اللحن جاهز عندي، نفسي أسمعه منك مرة واحدة قبل ما أموت. ممكن تعملي الخدمة دي لراجل رباكي، راجل بيحبك طول عمره، ممكن تقوليه؟ عشانك أنت أعمل أي حاجة يا أعز غالي. ربنا يخليك.